باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة وبركته للأبد أمين. كل سنة وانتم طيبين. عشان عيد الصليب كنيسة بتحتفل بعيد الصليب مرتين، في يوم 17 توت اللي هو بكرة، وبتحتفل لمدة 3 أيام، 17 و18 و19. والقراءات الكنسية بتدور يوم 17 و18 و19 توت حول موضوع الصليب. واليوم الثاني اللي بنحتفل بيه في عيد الصليب هو يوم 10 برمهات، وده دايما بيجي في الصوم الكبير، فبنحتفل يوم واحد بس. فاحنا بنحتفل بالصليب 4 أيام، 17 و18 و19 توت ويوم 10 برمهات. تقروا كده في السنكسار القصة دي ايه والقصة دي ايه. انا النهاردة بس عايز اتأمل معاكم في وقت قليل يعني عشان نلتزم في آية اللي قالها معلمنا القديس بولس الرسول لأهل غلاطية في غلاطية 6 آية 14. وأما أنا فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. خلي بالكم أنا هأسهل كتير النهاردة. الجزء الأولاني من الآية سهل، لما الجزء الثاني من الآية مش سهل، فأنا هسأل فيه. فهقول تاني في غلاطية 6 آية 14 معلمنا القديس بولس الرسول قال: وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا صلبت للعالم. تعالوا ناخد الجزء الأولاني السهل. أما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. يعني الصليب هو موضع فخر الأوحد، مش الأول، الأوحد. حاشا لي أن أفتخر إلا بالصليب، موضوع فخر الأوحد مش الأول، وحاشا له أن يفتخر بحاجة تاني. يعني هو يفتخر بالصليب بس، only only. أما أنا فحاشا لي أن أفتخر بأي حاجة إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. ففي ناس بتفتخر بالغنى والمال كتير قوي، ناس يفتخروا بالقوة، ناس يفتخروا بالحكمة. تقول لي والحكمة وحشة؟ بس هنقول آيتين دلوقتي حلوين كده. ناس يفتخروا بالمناصب، بمناصب العالم أو المناصب الكنسية، إنه كاهن، إنه أمين خدمة كده، أو أي منصب في العالم. ناس يفتخروا بالذكاء والمواهب، ناس يفتخروا بالنجاح. ويجي القديس بولس يقول: أما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر بأي حاجة إلا بالصليب. على حكاية اللي يفتخروا بالحكمة أو ما يفتخروش، في أرميا إصحاح 9 يقول إيه؟ هكذا قال الرب: لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخرن الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه. الكلام اللي كنت بقول، لا غنى ولا جبروت ولا حكمة. لا يفتخرن الحكيم بحكمته، ولا يفتخر الجبار بجبروته، ولا يفتخر الغني بغناه، بل بهذا ليفتخرن المفتخر، بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلا في الأرض،
لأني بهذا أصر يقول الرب. قولوا معي: أما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. معلمنا القديس بولس بيقول في كورنثوس الأولى إصحاح 1: كما هو مكتوب من افتخر فليفتخر بالرب. افتخرش بحاجة تاني، ما يقعدش حد بقى واحدة تفتخر بجمالها بذكائها بعلاقاتها بنجاحاتها بمناصبها. وزي ما كنت بتكلم يوم الثلاث آخر آيتين في سفر الجامعة: فلنسمع ختام الأمر كله، اتقي الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. إنك بتتقي ربنا وتحفظ وصاياه لا بس. فهنا القديس بولس بيقول، قولوا معايا تاني: أما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. الجزء الثاني بقى من الآية اللي هسأل فيه بقى: هذا الذي به، أي بالصليب، قد صلب العالم لي وأنا صلبت للعالم. أسأل بقى، ناخد الجزء الأولاني، يعني صلب العالم ليه؟ حد كده يرفع ايده كده ويرد علي، يعني صلب العالم ليه؟ الثلاث كلمات دول بس، يعني صلب العالم؟ ثواني بس، ثواني، انت تتكلمي كلام حلو، سمعت بتقول العالم مات جوه قلبي. ايوه اتفضلي. صلب العالم ليه؟ يعني مات جوه العالم نفسه، مات جوه الانسان، ما عادش يهتم بشهواته بطلباته بكل حاجه جواه. خلاص خلاص كده، لا تمام. ما هو كلمه صلب يعني مات، صلب يعني مات. صلب العالم ليه؟ يعني العالم مات جوايا، العالم مات جوايا. طيب وانا صلبت للعالم. ايوه ايوه عم سامي الميكروفون. نعم، فدى العالم كله بصلبه. لا فدى العالم، لا ما ده اللي بيقول كده القديس بولس. مش المسيح. فالقديس بولس بيقول، القديس بولس بيقول: اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. هذا الذي صلب، هذا الذي به، اي بالصليب، صلب العالم لي، يعني العالم مات في قلبي. طب يعني انا صلبت للعالم؟ واحد يوقف يقول كده زي ما الاخت دي قالت كلام جميل كده، يعني انا صلبت للعالم؟ مستعد لتحمل الالام. ماشي، بس في اقوى. اتفضل. يعني أنا مت عن العالم. يعني صلب العالم لي، يعني العالم مات في قلبي. أنا صلبت للعالم، يعني أنا مت عن العالم. نعم حبيبي. ما عادش العالم شايفني شبهه، يعني ما هي أنا مت عن العالم شاملة شاملة. نعم حبيبي، السؤال التقيل اللي جاي بقى. أجلك نمات كل النهار. أوكي ماشي. إذن قولوا معايا تاني، عشان بس السؤال التقيل هو اللي جاي بقى. السؤال التقيل هو اللي جاي. دي أسئلة خفيفة، يعني كل دي أسئلة خفيفة واضحة. قولوا معايا: وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح. هذا الذي به قد
أخي قد دي مهمة قوي، قد دي قد دي مهمة قوي في الآية. هنقول إزاي؟ هذا الذي به قد، ما هو قد تفيد التوكيد، أو هسهل شوية الحسم، الحسم. قد قد دفعت الفلوس، مش هدفع الفلوس، قد قد صلب العالم لي وأنا صلبت للعالم. طيب صلب العالم لي يعني العالم مات في قلبي، أنا صلبت للعالم يعني أنا مت عن العالم. السؤال بقى، طب إزاي؟ إيه يعني الصليب عمل إيه؟ يعني إزاي؟ يعني إزاي الصليب خلاني مت عن العالم والمات والعالم مات عني؟ العالم مات في قلبي وأنا مت عن العالم، إزاي؟ اتفضلي ادي لها الميكروفون. قالوا لهم لا، قالوا طب روح تاني اشتمهم. بص اصل المره اللي فاتت اتكلمتي كلام غالي قوي، انت دلوقتي خرجتي عن الموضوع، انت بتشرحي يعني ايه العالم مات. يعني ما بعتش يتاثر. استني بس عشان ما نخرجش عن الموضوع. خلاص العالم مات في قلبك وانا مت عن العالم، خلاص فهمناها. السؤال بتاعي ازاي؟ السؤال صعب ده، انا لغايه ما جبت الرد ده زمان، يعني لما حضرت العظه دي خدت لي 4-5 ايام، خدت 4-5 ايام ده وانا اسف مش وانا عيل. ازاي ازاي بالصليب العالم بيموت في نظري وانا بموت في نظره؟ ازاي الذي به بالصليب؟ ازاي؟ تفضلي. ربح الصليب الثمين اللي حياتي الابديه خلتني اموت عن العالم والعالم يموت فيا، يعني انا الربح. طيب. اللي اجتهاد بتاع. جميل، غيره اللي هيجاوب على الاجابه اللي في دماغي 500 على طول، مش هنقول 100 ولا 200 ولا الكلام ده لانه الاجابه صعبه. 500 عدل كده. اتفضل يا حبيبي. واللي هيحوم حول الاجابه هياخد له 100 بتاع حاجات زي كده. اتفضل يا حبيبي. اتفتح لنا الفردوس، فبالتالي العالم رخص بالنسبه لنا وبقى لنا نظرنا على السماء يعني. يعني اتفضل يا حبيبي. من خلال الصليب تمت المصالحة بيني وبين الله، ومن خلال ده جه سكن في الروح القدس، ومن خلال الروح القدس، الروح القدس قدر ان هو يعمل في حاجتين، عملية التجديد وعملية اللي هي التأثير على الإنسان العتيق أو إلغاء. طيب غيره. الأخ أبو أخضر، تفضل يا حبيبي. نحن على الصليب، احنا صلبنا مع المسيح، اي الطبيعه القديمه بتاعتنا اتصلبت مع المسيح وادانا حياه امنا معاه، وهي دي الحياه الابديه. فاحنا الحياه القديمه بتاعتنا او الطبيعه القديمه اتصلبت مع المسيح، فاحنا كده اتصلبنا او متنا عن العالم، ولما امنا معاه فكده العالم مات فينا برضو واحنا اخذنا حياه جديده. مين تاني؟ اتفضل اتفضل حضرتك. بعد كده حد تاني هيتكلم وخلاص، وانا خلاص بال 500 جنيه هاخدها انا. الايه بتقول بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا، وبه نحيا ونتحرك ونوجد، فبالمسيح نستطيع. طيب اخر واحد، واحد بس يتكلم وال 500 جنيه يروح لعم فليب. نعم يا حبيبتي. الاخت، لا لا الاخت اللي ورا خالص الصغيره دي، انا اسف كلمه صغيره يعني، انا فرحان بالصغيرين جدا جدا جدا. قول يا حبيبتي.
خلاص البني آدم اتصالح على السماء تاني، فما بقاش بني آدم أرضي، بقى بني آدم سماوي، فمات يعني مات عن العالم، عشان كده رجعنا سماويين تاني. طيب ركزوا معايا بقى، لما خلاص ركزوا معايا بقى، ركزوا معايا قوي، أنا مش هتكلم غير 10 دقايق بس، ركزوا معايا قوي. أولا محبة العالم عداوة لله، أولا محبة العالم عداوة لله، عشان كده كل يوم في الكاثوليكون بنقول إيه؟ لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليس فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. فمحبة العالم عداوة لله، ومعلمنا القديس يعقوب الرسول بيقول إيه؟ أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. كلام واضح جدا جدا، خلي بالكم من الجملة اللي جاية. كل واحد فينا بيحب ربنا، وكل واحد فينا بينجذب للعالم وشهواته. تاني، كل واحد فينا بيحب ربنا، وكل واحد فينا بينجذب للعالم وشهواته. خلي بالكم برضو من الجملة اللي هقولها، جوه قلب كل واحد فينا في معركة روحية بين الله والعالم. جوه قلب كل واحد فينا في معركة روحية بين الله والعالم. محبة العالم عداوة لله، يعقوب 4:4، قولوا معايا بصوت عالي قوي، محبة العالم عداوة لله. لا عايز اسمع، محبة العالم عداوة لله. فكل واحد فينا جوه قلبه بيحب ربنا، وكل واحد فينا بينجذب للعالم وشهواته كلنا. ففي معركة روحية في قلب كل واحد فينا بين الله والعالم. دي نمرة واحد. خلي بالكم بقى من نمرة اتنين اللي هي الإجابة. معلمنا القديس بولس الرسول أدرك ما فعله الله لأجله على الصليب. أدرك محبة المسيح الفائقة المعرفة التي تجلت على الصليب. إحنا ما أدركناش دي، إحنا عارفين اللي المسيح عمله على الصليب، عارفين بس، عارفين بس، إنما قليلين قوي مننا اللي أدركوا كم فعل المسيح من أجلنا. الألام الرهيبة الرهيبة، ده وقوع المسيح تحت الصليب 6 مرات، موضوع صليب كان وزنه 136 كيلو، ده الصليب اللي كان بيتصلب عليه في أيام الدولة الرومانية، 136 كيلو وليس 135 كيلو، ده ستاندرد 136 كيلو. النهاردة أنا بس هقول جزئية واحدة بس، المسيح اتجلد 39 جلدة وتهرأ ظهره تماما، وبعدين لبسوه لباس من برفيل أحمر فلزق على الظهر، وبعدين يقول لك عروه بمثابة سلخوه، وبعدين لبسوه ملابسه العادية، ودي كانت فيها يعني الريتيتنج بين فظيع فظيع فظيع، وبعدين حملوه الصليب
اللي 136 كيلو، وطلع الجلجسة وقع 3 مرات، فكل مرة الصليب كان بيتهبد مرتين فوق ظهره. وعنده كل وقعة في كنيسة، في كنيسة اسمها كنيسة الوقعة الأولى، وكنيسة تانية اسمها كنيسة الوقعة التانية، والوقعة التالتة كنيسة الوقعة التالتة بعدها على طول البطريركية بتاعتها، بعد الوقعة التالتة على طول. فكل وقعة كان يقع يجي الصليب يتهبد ويخلي القميص يلزق زيادة خالص، وبعدين يروحوا شايلين الصليب ويقف المسيح ويروحوا هبدين عليه الصليب تاني عشان يشيله، ويمشي كم خطوة ويقع فيتهبد 3 مرة، وبعدين يشيلوا الصليب عشان يقف، بعدين يتهبد 4 مرة عشان يشيله، فتهبد الصليب على ظهر المخلص 6 مرات لغاية ما وصل إلى الجلجسة. وكان من المكان بتاع بيلاطس لغاية الجلجسة 600 متر مطلع، 600 متر مطلع. وبعدين عروه بقى بعد ما تهبد الصليب 6 مرات، فالقديس بولس لما قال لأعرفه وشركة آلامه، مش أي حد فينا أدرك دي، لا 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 خالص، مش أي فينا، مش أي واحد فينا أدرك ما فعله الرب من أجلنا، مش أي واحد فينا أدرك محبة ربنا اللي خلته يعمل كده من أجلنا. دي هنفضل ندركها مدى الأيام. يبقى أول حاجة في إجابة الآية دي إنه محبة العالم عداوة لله، وجوه كل قلب فينا إحنا بنحب ربنا والعالم بيجذبنا، ففي معركة روحية بين ربنا والعالم في قلبنا. القديس بولس، قديس بولس والصليب قصة تاني خالص 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 خالص. إحنا أحبائي إحنا لا ندرك ما فعله الرب من أجلنا، إحنا ندرك جزء مما فعله الرب من أجلنا. القديس بولس لما أدرك هذا وأدرك محبة المسيح اللي خلته يعمل هذا، نمرة 3 بقى في السيكونس بتاع الإجابة، يعني أول حاجة إن العالم ومحبة الله، محبة العالم عداوة لله. نمرة 2 القديس بولس أدرك ما فعله الرب من أجله على الصليب. نمرة 3 بقى، نمرة 3 خلي بالكم بقى من الجزئية دي، ما فعله الرب بألامه وصليبه للبشرية سبى قلب القديس بولس تماما، حتى أنه حسم المعركة الروحية في قلبه، حسم المعركة الروحية في قلبه. عشان كده أنا قلت لكم خلي بالكم من كلمة قد، قد. أما أنا فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح هذا الذي به قد 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 حسم، صلب العالم لي أنا، خلاص المعركة اللي في قلبي بين العالم وربنا خلاص صلب العالم لي، العالم مات في قلبي وأنا مت بالنسبة له. فدي ده مستوى. عشان كده الآية عميقة جدا. عشان كده القديس بولس قال حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح هذا الذي به، ده الآلام اللي على الصليب 17 نوع أنا كاتبهم في الكتاب بتاعي اللي على الصليب بس. يعني مثلا دايما بقول على البحث العلمي اللي عملوه
35 أستاذ من أساتذة الطب في العالم بعنوان Physical Death for Jesus Christ. البحث ده في غاية الأهمية، موجود على الإنترنت، أي حد فيكم يعرف شوية إنجليزي يقراه. أنا ذكرته ولا 30 مرة، أنا قريت البحث ده أكتر من 30 مرة. والبحث ده هو اللي بيتكلم عن الهيماتوهيدروزيس اللي حصلت في جسيماني، وبيتكلم بقى عن ألام المسامير. فبيقول كلمة بالإنجليزي أنا ما كنتش عارفها، searing pain، S-E-A-R-I-N-G. أنا اللي دكتور ما كنتش عارف يعني searing دي، فدورت على searing لقيتها ألم حارق، ألم حارق، searing pain، لأنه دخل في النيرف. ده جزء من الألم اللي تألمه المسيح على الصليب عشاني وعشانك، لأن ربنا حمل خطايانا وجاز الآلام عشان ينجينا من أثار خطايانا، وجاز الموت عشان ينجينا من عقوبة خطايانا. بس أهم قصة في البشرية وهي قصة خلاصنا مش كلنا نعرفها. أنا أدعوكم يا أحبائي اللي يعرف فيكم إنجليزي يقرأ هذا البحث Physical Death for Jesus Christ، عملوه 35 أستاذ على مستوى العالم، على مستوى العالم، لأنه التفاصيل الفيزيكال ديس فور جيسوس كرايست هتعرف ربنا عمل إيه من أجلك. وده إلا أدركه القديس بولس. ولما أدرك كده القديس بولس فقال أما أنا فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، هذا الذي به بالصليب قد صلب العالم لي وأنا صلبت للعالم. أنا سبيت بما عمل المسيح من أجلي، فحسم المعركة في قلبي، فالعالم مات في قلبي وأنا مت للعالم، لأني أدركت إيه اللي عمله المسيح من أجلي، أدركت اللي عمله المسيح من أجلي. عشان كده في آية تانية في رسالة فيليبي، بس أنا مش عايز أخليكم بس تتوهوا مني، بيقول لكن ما كان لي ربحا هذا حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. نفاية اللي هي أقل من الزبالة، النفاية اللي هي الأجزاء اللي في الزبالة التي لا تصلح، هي دي النفاية مش الزبالة، لأن في حاجات في الزبالة ليها قيمة. لكي أربح المسيح وأوجد فيه لا أعرفه وقوة قيامتي وشركة آلامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات، اللي هي إدراك ما فعل الرب من أجلنا، إدراك محبة الرب لأجلنا. يعني مثلا هدي مثال مش قوي، مثال ضعيف قوي سوري يعني في اللي هقوله. افترضوا مثلا إيه، أنا مثلا لما حصلت للحادثة مثلا لقيت عم فليب جه وقال لي أنا هخدمك، ولقيته وفي سنه ده قاعد جنبي يخدمني صبح ليل لغاية ما قمت وقفت على رجلي. انساله ازاي؟ ابا ما عنديش مش عارف ايه، انساله ازاي انه قاعد يخدمني وانا راقد اسبوعين؟ هفضل طول عمري فكرها له، طول عمري أبقى فكرها له إنه خدمني أسبوعين، وكل ما أشوفه أقول له أنا ممنون إنه أنا رائد كنت بتخدمني لمدة أسبوعين. إنما أنا لو أنا مش مقدر
إن هذا الرجل الكبير يخدمني أسبوعين، لما أشوفه مش هقول له شكر، أنا مش مقدر هو عمل إيه. أو لو أنا آسف اللفظ مش أصيل، إنما لو أنا أصيل وعندي عمق الإحساس ما نسلوش إنه أسبوعين بيخدمني. هكذا يا أحبائي، إحنا يوم ما ندرك ما فعله الرب من أجلنا، يوم ما ندرك محبة ربنا الفائقة التي جعلته يجوز كل الألم ده من أجلنا، هيزبي قلبنا ويخلينا نحسم المعركة جوانا. اللي أنا بقوله ده أحبائي ده منهج حياة للأيام كلها. هو احنا هنبطل نتحارب بالعالم؟ كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة هيحاربنا على طول. هو يعني إذا احنا تأثرنا في مرة كده وحسمنا المعركة في قلبنا خلاص؟ لا، هنتحارب تاني ونحسم المعركة تاني، ونتحارب تاني ونحسم المعركة تاني، ونتحارب تالت ونحسم المعركة تالت. إنما اللي أنا بقى عايز أوصل له، يوم ما العالم يموت في قلبنا، هنقول مع القديس أغسطينوس: جلست فوق العالم حين صرت لا أخاف شيئا ولا أشتهي شيئا، وأصيح مفتخرا مفتخرا إن أنا فوق العالم، بقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، هذا الذي به قد صلب العالم وأنا صلبت للعالم. أفتخر اللي فيكم يصل إلى هذا المستوى. هيقول مع القديس أغسطينوس: جلست فوق قمة العالم حين صرت لا أخاف شيئا ولا أشتهي شيئا، فيصيح مفتخرا: أما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وأنا صلبت للعالم. ألخص أو أختم كلامي بثلاث أسئلة. السؤال الأول: ما مستوى إدراكنا لعمق ما فعله الرب لأجلنا بألامه وصليبه؟ السؤال الثاني: ما مستوى إدراكنا لمحبة المسيح الفائقة التي تجلت على الصليب؟ السؤال الثالث: ما مستوى جهادنا في المعركة الروحية في قلوبنا بين الله والعالم؟ ممكن نوصل وقت المستوى القديس بولس ونضعف تاني ونجاهد تاني ونضعف تاني ونجاهد تاني. السؤال الأخير: ما مستوى ترنيمنا مع القديس بولس؟ أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح هذا الذي به صلب العالم لي وأنا صلبت للعالم. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يبارككم بكل بركة روحية. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن والأبد، آمين.